الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، يحب الطائعين ويكافئ المخلصين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدًا رسول الله، إمام المتقين وسيد المرسلين ورسول رب العالمين إلى الناس أجمعين. صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك والمهتدين بأنوار سنتك إلى يوم الدين، أما بعد. فيا أيها الإخوة المؤمنون، نودع في هذه الأيام المسافرين الزائرين من وفد الرحمن إلى حج بيت الله الحرام وزيارة المصطفى عليه الصلاة والسلام. وقد بدأت أيام النفحات، أيام الفيوضات، أيام الرحمات بهذه الأيام العشر الأول من ذي الحجة. وإذا قرأنا قول الحق جل ذكره بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والفجر وليال عشر، أي ليال عشر يقصدها المولى عز وجل وهو أعلم بمراده؟ اختلف المفسرون، أهي ليالي عشر ذي الحجة أم هي ليالي العشر الأواخر من رمضان؟ بعض المفسرين قالوا إن هذه الليالي العشر هي ليالي العشر الأول من ذي الحجة، وبعضهم قال إنها ليالي العشر الأواخر من رمضان. وحسم ابن القيم رضي الله عنه هذه القضية فقال إن ليالي العشر الأوائل من ذي الحجة تفضل بيوم عرفة، وإن ليالي العشر الأواخر من رمضان تفضل بليلة القدر. إذن فسواء كانت هذه أم تلك فهي من أفضل الليالي. ليالي ذي الحجة تفضل بأفضل يوم طلعت عليه الشمس، تفضل بيوم هو سيد الأيام على الإطلاق، بيوم عرفة، وبخاصة إذا كان يوم جمعة، لأن الجمعة أفضل أيام الأسبوع، ويوم عرفة أفضل أيام العام، فيجتمع للمسلمين فيه عيدان: عيد الجمعة يجتمعون فيه في أماكن عبادتهم في المساجد الكبرى، ويوم عرفة يجتمعون فيه على ساحة عرفات. والإسلام دين لو نظرنا إليه لوجدناه دين يجمع الناس ولا يفرقهم، يوحدهم ليوحد كلمتهم، فكما جمعهم على كلمة التوحيد طلب إليهم أن يجتمعوا على توحيد الكلمة، وجعل لهم الاجتماعات على مراحل متدرجة. تبدأ بماذا؟ تبدأ بالصلوات الخمس، فأهل المنطقة أو المحلة أو القرية يجتمعون في كل صلاة في المسجد الواحد في الصلوات الخمس،
من الفجر إلى العشاء. رغبهم الإسلام في ذلك حيث بيّن لهم فضل صلاة الجماعة وأنها تزيد على صلاة الفز ب27 درجة، وأن المصلي في المسجد فيما يخطو إلى المسجد تعد خطواته، تعد له حسنات وتحط عنه سيئات وترفعه درجات، ثم يأخذ ثواب الجماعة. فهي دعوة إلى الاجتماع، إلى وحدة القلوب، إلى توحيد الصفوف، ونحن نصلي يدعو بعضنا لبعض اهدنا الصراط المستقيم. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. ثم يرتفع مستوى الاجتماع في كل أسبوع مرة في المسجد الجامع، المسجد الكبير، لصلاة الجمعة، ويجتمع الناس في هذا اليوم تاركين أعمالهم ومشاغلهم أو شواغلهم ليذهبوا إلى بيوت الله، ممتثلين لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا. وإذا سمعت النداء بيا أيها الذين آمنوا فإن بعده تكليف: يا أيها الذين آمنوا. نعم يا رب، خاطبك بعقد الإيمان بمقتضى أنك تؤمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتب والرسل إلى آخره. خاطبك: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وبعدها يقول: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. إذن فاجتماعنا لذكر الله وتفرقنا لذكر الله. انتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا، اجتماع لتوحيد الصف، للوحدة بين المسلمين. ثم يأتي اجتماع في كل عام مرتين، في يوم الفطر وفي يوم الأضحى، في أكبر ساحة، في فناء عريض، يجتمع المسلمون في يومي عيدين، في عيد الفطر وفي عيد الأضحى. وكل اجتماع من هذين الاجتماعين بعد انتصار للمسلمين على أنفسهم، بعد عبادة من أهم العبادات. ففي عيد الفطر نجتمع بعدما أدينا فريضة الصيام وانتصرنا فيها على أنفسنا وقضينا فيها رحلة مع مدرسة الصيام، نخرج منها أرواحنا قد سمت، نفوسنا قد صفت، قلوبنا قد طهرت، فنحتفل بيوم عيد انتصارنا على أنفسنا وعلى شهواتنا وعلى طاعة ربنا، بطاعة ربنا. وفي عيد الأضحى يكون يوم العيد بعد أداء فريضة فرضت على المسلم مرة واحدة في العمر كله، واجتماعنا لأداء هذه الفريضة مخصوص بالمستطيعين، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وهذا الاجتماع في صعيد واحد وبزي واحد، وكلنا يلبي بلسان واحد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، مرة في كل عام نجتمع فيها ويجتمع المسلمون. لماذا؟ ليشهدوا منافع لهم
ويذكر اسم الله. وشهود المنافع بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى في جميع المجالات، شهود منافع المسلمين ينتفعون بها فكريا وعقديا وسياسيا واجتماعيا واقتصاديا بشتى ألوان المنافع. اجتماع الحجيج في صعيد واحد وفي زي واحد ويلبون بلسان واحد والكل يضرع إلى الله. إذن هذه الاجتماعات التي بدأت بالصلوات الخمس وانتهت بحج بيت الله الحرام، الذين يخرجون ويأتون من كل فج عميق من جميع بقاع الأرض، لو لم يكن هذا الاجتماع المكبر العظيم ما عرف إنسان ألماني من إفريقي من أمريكي من مصري من كذا، اجتماع لتوحيد كلمة المسلمين على الحق. إننا بحاجة أيها المسلمون لأن نعي هذه المعاني، لأنها جميعها تدعو إلى الوحدة، من بداية توحيد الصف في صلواتنا خلف إمام واحد نركع بركوعه ونسجد بسجوده، وهذا الإمام الذي نلتف حوله يمثل رمزا إسلاميا عظيما، وهو اجتماعنا خلف إمام الأئمة خلف رسولنا صلى الله عليه وسلم الذي اجتمع عليه جميع الأنبياء والمرسلين، اجتمعوا عليه وهو يصلي بهم ليلة الإسراء في المسجد الأقصى ويؤمهم جميعا ليتسلم الراية من إخوانه من الأنبياء والمرسلين، ويكون دين الإسلام هو الدين المهيمن الذي ارتضى الله عز وجل لنا ورضيت لكم الإسلام دينا. وأما العشر الأواخر من رمضان ففيها ليلة القدر، ونلتمسها في وتر العشر الأواخر من رمضان. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، أي أن العبادة فيها تعدل العبادة في ألف شهر، بل خير من العبادة في ألف شهر ليس فيها ليلة قدر. نفحات عظيمة في ليلة من ليالي العشر الأواخر من رمضان، ونفحات عظيمة في العشر الأوائل من ذي الحجة، وتختتم بيوم عرفة. وما أدراكم ما يوم عرفة؟ يوم التجليات، يوم الفيوضات، يوم الرحمات والنفحات، ولنا معه لقاء آخر. أما العمل الصالح في هذه الأيام، وقد بيّن لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم أن لله في أيام دهركم نفحات، ألا فتعرضوا لها، ومنها هذه الأيام. يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في أيام العشر الأوائل من ذي الحجة: العمل الصالح فيها، العمل الصالح في هذه الأيام أحب إلى الله منه في غيرها، ويقصد بهذه الأيام أي العشر الأوائل من ذي الحجة. العمل الصالح فيها خير وأحب إلى الله منه في غير هذه الأيام. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع بعد ذلك بشيء، ثم لم يرجع من ذلك بشيء. أي إن العمل الصالح من ذكر الله ومن التحميد والتهليل والتكبير وقراءة القرآن والتهجد وصيام هذه الأيام، إن هذه الأيام لا يعدلها أيام في غيرها، هذه هي الأيام العشر. ولذلك يروي الإمام الترمذي والبيهقي وابن ماجه
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمل في هذه الأيام أحب إلى الله منه في غيرها، العمل الصالح في هذه الأيام أحب إلى الله منه في غيرها، يعدل الصيام كل يوم منها صيام سنة، ويعدل قيام كل ليلة منها قيام ليلة القدر، أو كما قال: ادعو الله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك والمهتدين بأنوار سنتك إلى يوم الدين، أما بعد، فيا أيها الإخوة المؤمنون، احرصوا كل الحرص على هذه الأيام التي نعيشها الآن، والتي حضنا على العبادة فيها وعلى الطاعة فيها، بل الإكثار من الطاعة فيها ومن الأعمال الصالحة النافعة فيها، لأنها أحب وأفضل الأيام عند الله عز وجل. وإذا كان صيام كل يوم من هذه الأيام يعدل صيام سنة فلا تستكثروا هذا، وإذا كان قيام كل ليلة منها يعدل قيام ليلة القدر فلا تستكثروا هذا، ففضل الله عز وجل ورحمته بنا لا حدود لها. إذا كانت ليلة القدر وهي ليلة واحدة العبادة فيها تعدل العبادة أو أفضل من العبادة في ألف شهر ليس فيها ليلة قدر، فلا حرج على فضل الله، وإنما يريد الله عز وجل أن يرفعنا وأن يرفع درجاتنا وأن يثيبنا وأن يخلصنا من ذنوبنا ومن معاصينا. فهو الذي يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويغفر الذنوب جميعا إلا الشرك. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإذا كنا نتوجه إلى الله عز وجل ولم يرد لنا في هذا العام حج بيت الله الحرام، نرفع إليه أكف الضراعة بأن نكون من بين حجيج بيت الله الحرام في العام القادم إن شاء الله، وأن يرزقنا حج بيته وزيارة نبيه صلى الله عليه وسلم. نضع هذا في نياتنا، وإنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ول أمورنا خيارنا، ولا تول أمورنا شرارنا، وارفع اللهم مقتك وغضبك عنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم اجعل مصر آمنة مطمئنة، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم ول أمورنا خيارنا، ولا تول أمورنا شرارنا. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لخير البلاد وصلاح العباد يا رب العالمين. اللهم أيدهم بالحق وأيد الحق بهم. اللهم انصرنا على أنفسنا وعلى شهواتنا وعلى أعدائنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك.
اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم وارحمنا ربنا إذا ما صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم أحسن خواتيمنا وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين ونجنا يوم الدين يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واستغفروه يغفر لكم واشكروه يزدكم وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.